دلوقتي كأنك تراه مع مصطفى عاطف على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. السلام عليكم. اسم الله القادر والقدير سبحانه وتعالى. القادر من القدرة والقوة، والقدير من التقدير والعلم بالشيء سبحانه وتعالى. كانوا بيقولوا العلماء انه من معاني اسم القادر انه المتمكن من الفعل بلا واسطة. القادر هو المتمكن من الفعل بلا واسطة، هو القادر على فعل شيء من غير واسطة، من غير وسيلة، من غير سبب، من غير معين، من غير ما حد يقوله يعمل ايه ويعمله ازاي. فهو سبحانه وتعالى هو القادر، القدرة المطلقة، أمره بين كاف ونون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلص الموضوع. سبحانه وتعالى القادر والمقتدر من غير يعني إحنا مثلا لو عايز تجيب مية محتاج تشرب لازم تحفر في الأرض وتطلع بير، لو محتاج تاكل لازم تحط البذرة وتزرعها وتطلع نبات، لو محتاج أي وسيلة من الوسائل لازم تعمل بعض أفعال عشان توصل للي أنت عايزه. لكن القادر سبحانه وتعالى يفعل بلا وسائل وبلا وسائط. من أسماء القدير معنى يخليك دايما برضو مطمن. سبحان الله، واحنا بنعدي على اسماء الله الحسنى من اول الحلقات لحد دلوقتي، ودايما الاسماء فيها حاجتين مشتركتين. اول حاجة احساسك بالاطمئنان ان انت مطمن طول الوقت، ان انت محفوظ طول الوقت، ان انت محمي طول الوقت. والحاجة التانية انك تقدر تتخلق بهذا الخلق علشان برضو تناله من الله سبحانه وتعالى حق، يعني تاخده حق الاخذ يعني والعطاء. من اسماء القادر بمعنى انك انه بما انه قادر عليك فانت قوي به، انت منسوب اليه دايما. تخيل كده اوقات تلاقي طفل صغير يعني عادي لا حول له ولا قوه، لو ضربته ولا زقيته ولا شتمته ولا مش هيقدر يعمل لك حاجه، هو طفل صغير وانت راجل كبير كده ضخم فانت قادر عليه، لكن ما بتعملش كده. ليه؟ لان الطفل ده انت عارف انه ليه اب، والاب بتاع الاب للطفل ده اب متمكن قوي، يقدر يأذيك ويقدر لو بس هوبت من طفله ممكن يعمل فيك اللي ما يتعملش. فلذلك انت بتبتعد عن الطفل ده وتقول له اهلا يا حبيبي مهما حتى اذاك هذا الطفل. ولله المثل الاعلى. الشخص المتعلق باسم الله القدير واللي عارف اسم الله القدير كويس محدش يقدر يقرب له، لانه قوي بالله سبحانه وتعالى. محدش يقدر يقرب له، دي من هو سبحانه وتعالى، هو يمنعه. احنا لسه في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن اسمه المانع سبحانه وتعالى، فهو يقدر يمنعه. القدير سبحانه وتعالى اللي خلق كل شيء بقدر وبقدر معين، إن كل شيء خلقناه بقدر. سبحانه وتعالى من حكمته إن كل حاجة معمولة للقدر بتاعها بالظبط بالظبط، كل حتى حاجة فيك وفي خلقتك وفي جسمك معمولة مظبوطة جدا. تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى زاد قدر النظر عندك شوية، قدر البصر عينك، لو زاد القدر ده عندك مش هتعرف تعيش، لان في تفاصيل لا ترى بالعين المجرده، لو رؤيت لو شفتها بعينك المجرده هتبقى مش قادر تستحمل اللي حواليك. منها مثلا اصلا وشنا، الوجه بتاعنا، الجلد في مسام اشبه بالحفر كده وفي نتوءات وفي حاجات، لو قدر نظرك عالي هتشوف كل التفاصيل دي اللي في وش البني ادمين، فمش تعرف تبص لحد، هتشوف تفاصيل كتير جدا حواليك في الحياه فهتبقى يعني مأذي. لو ربنا سبحانه وتعالى خلى قدر السمع عندك عالي شويه هتبقى بتسمع الـ 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 الأمعاء بتاعتك في جسمك، هتبقى مش عارف تنام طول الليل لأن الجسم عندنا جوه الأمعاء والمصارين وما شابه ليها حركة وليها صوت، صوت يعني ليها صوت. فأنت ربنا سبحانه على خلى السمع بتاعنا بقدر معين بحيث أن احنا لو زاد سنة مش هنعرف ننام طول الليل بس من مجرد أن احنا بنسمع جسمنا، ما بالك بقى اللي بنسمعه حوالينا. سبحانه وتعالى لو زود القدر شوية في إحساس الجلد هتبقى مش قادر تلمس حاجات كتير، مش قادر تتحرك، مش قادر حتى مش قادرين نسلم على بعض. فإن كل شيء خلقناه بقدر، ده من معاني اسمه القدير. ولو عرفت يعني إيه قدير ولو قربت أكتر من معنى القدير، كل ما تقرب من معنى القادر والقدير تعرف قد إيه أنت ضعيف، فتعرف حجمك أمام الله، وتعرف قد إيه أنت قوي بالله سبحانه وتعالى. فهو ده المعنى الدقيق.
ان انت كل ما عرفت قدرته وكل ما قربت منه هتعرف قد ايه انت قليل جدا جدا يعني، لان هو قادر وقدير بشكل مهما فضلت تتخيل كل ما جاء في بالك فالله خلاف ذلك، يعني كل حاجة تتخيلها ربنا برضو خلاف كده، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. افضل بقى تخيل تخيل، كل ما تقرب وتتعلم هتحس ان انت ضعيف قوي قوي قوي، فهتبقى واقف قدام ربنا الوقفة الصح، هتبقى بتعبده حق عبادته، تبقى عارف انت بتتكلم مع مين وبتتعامل مع مين وبتعبد مين سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هتحس بقد ايه انت محمي وقد ايه انت محفوظ لانتمائك لهذا الاله العظيم، هتحس بقد ايه ان انت قوي به هو سبحانه وتعالى. من اسماءه القدير اللي بيورث الانسان الثقه، خلي عندك ثقه، لان هو قال لكل داء دواء مثلا، خلاص خلص الموضوع، مفيش داء هتبتلى بيه الا وله دواء. ليه؟ لانه قادر على فعل ذلك، متمكن من علاجك ومن شفائك بلا واسطه، وانه سبحانه وتعالى خلق لكل داء دواء. من المعاني الثانيه انه ارجوك اوعى تتجبر، اوعى تستقوى وتستعفى على خلق الله، لان ليهم رب اسمه القادر واسمه القدير. قبل ما تتكبر وتتجبر وتحس ان انت اقدر واحد في الارض، بس هتعالى ادك شوية قوة ولا شوية عضلات ولا شوية صحة ولا شوية فلوس ولا شوية سلطة ولا شوية اي حاجة، وانا بقول شوية يعني قاصد معنى كلمة شوية، لانه مهما كان عندك فده برضو شوية، لو ربنا ادك شوية دول اوعى تتكبر بيهم على الخلق، اوعى تتكبر بيهم على الخلق، لانه فوقك قادر قدير سبحانه وتعالى. بس تعالى يعني بقدرته سبحانه وتعالى يحمينا ويأوينا ويعطينا حتى يرضينا، ويبارك فيما أعطاه لنا جميعا يا رب العالمين. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وكأنك ترى. يا يا قدير.